واسماء جديده ومحل جديد، كله جديد في جديد. النهارده ان شاء الله هنصور النهارده عند محل اسماك سيد مكه هنا في سوق الانصاري بمحافظه السويس. هنشوف مع بعض بقى انواع الاسماك اللي موجوده عنده. يلا بينا نبدا مع بعض. السلام عليكم، ممكن نتعرف بحضرتك؟ اهلا وسهلا يا عم سيد، عايزين نتعرف على انواع السمك اللي موجوده عندك. دي سمكه اسمها رقد، ده شكلها اهو. هما دايما انتوا دايما تحطوها هنا عشان شكلها، مش كده؟ بتحطوها على ظهرها. السمكه دي بقى حلوه في طعمها، جميله. بتتسلخ ليها اسم تاني غير الرعد؟ هي الرعد ومشهوره في السويس اكتر، مش كده؟ طب انا اعرف منين اذا كانت السمكه دي طازه ولا لا؟ الرعد دي بالعين بتاعتها شبه التمساح شوية. ما شاء الله. سعرها كام؟ 50 جنيه للكيلو، مش كده؟ ومعانا هنا بقى الشعور، ده صغير، ده عامل كام؟ 80 جنيه الشعور اهو، ما شاء الله. وهنا في خرمان، بكام الخرمان ده؟ 50 جنيه. ده شكل الخرمان. بيتعمل ايه الخرمان ده؟ بيتعمل صينية، احسن حاجة ليه اهو لانه دسم. ده شكلها. وهنا بقى ده القروش او القرش او القطط. في انواع منها؟ هو ابو برنيطة. ابو برنيطة وده. ده اسمه ايه القرش ده؟ اسمه ايه؟ هو خنت كده. خنت؟ او قطط. خنن او قطط اهي. ده شكلها. وزنها كام الواحدة؟ يعني كيلو وربع. كيلو وربع. كام الكيلو منها؟ 70 جنيه. طبعا في ناس كتير بتحبها لانها بالاسماك المفيدة جدا للعظم. وده ايه بقى؟ قشر صغير. عامل كام القشر؟ 80 جنيه. ده فانوس ولا بوردة؟ ده بوردة؟ ايوه ده شكل اسمها بوردة علشان شكل الوردة اللي فيه. وده الدنيس. كنال ولا مزارع؟ مزارع. عامل كام الدنيس؟ 110. وده عروس. عروس بلدي ده. بكام العروس؟ 110 برضه. بوري كنال. بوري كنال اخر حاجة عنده. الاثنين دول عامل ايه؟ عامل كام الكيلو؟ 90 جنيه. حلو جدا طبعا عشان بلدي الطعم مختلف خالص عن بتاع المزارع. وده ايه؟ ملص؟ ده ملص. ده قشر شبه جدا، يعني شبه بعض قوي. بصوا يا جماعة، دي الملص الدوائر اللي فيها كبيرة شوية، ده قشر النقط اللي فيها صغيرة، شبه بعض جدا جدا هما من نفس الفصيلة. أعلاهم في الطعم إيه؟ طب في السعر؟ ده كام وده كام؟ ده ب120. نفس السعر يعني؟ ده ب120 وده ب120 برضه نفس السعر. سعره بيرفع شوية، لو فيه تصغير سعره بيرفع شوية. سعره بيرفع. ده بوردة بس الكبير؟ سعرها كام؟ قشرة بوردة سعره كام؟ 120 برضه. وده اللوت؟ قنال ولا مزارع؟ وده برضه مزارع؟ دول مزارع. عاملة كام؟ ربنا يبارك لك يا عم سيد، ربنا يبارك لك. عامل كام؟ 75. طبعا المزارع بيتعرف ان هو اغنى شوية من البلد، مش كده؟ ما هو في ناس مش بتعرفه طبعا. ده بيرجع لضمير بقى البايع يعني. ربنا يبارك لك يا رب. والشعورة الجميلة دي، الألماس دي ما شاء الله، دي ايه؟ عاملة كام دي؟ كام؟ 120. حلوة جدا طبعا، سعرها جميل. دي عاملة كام كيلو دي؟ عاملة كام كيلو؟ 5 كيلو؟ ستنار؟ ستنار ما شاء الله. احنا بنشكرك جدا يا عم سيد، استأذنك بس في رقم التليفون. اهو رقم التليفون اهو على اليافطة بتاعت عم سيد مكة هنا في سوق الأنصاري في محافظة السويس. زي ما احنا شايفين كده، دي أرقام التليفونات. مش
بشكرك جدا يا عم سيد، شكرا. وبشكركم جدا لمتابعتكم للفيديو، واتمنى ان شاء الله لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك والشير واشتراك في قناتي اللي يشوف القناه اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.